السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، استغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك حالا للفيديو، اللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. نادي الزمالك مهما عملت لهم العجب مش عاجبهم، ودائما وأبدا حاسين إن في مؤامرة لنادي الزمالك. السنة اللي فاتت في مراسم تسليم الدوري لحسين لبيب وشيكابالا، شيكابالا عمل أزمة مع أحمد مجاهد وطلعوا الزملكاوي، الاعلام الزملكاوي قطعوا في احمد مجاهد واهلاوي وزعلان ان بيسلم درع الدوري، وازاي جمهور الزمالك واسر اللعيبه وشيكابالا راح يجيب اسر اللعيبه ويفتح للجمهور عشان ينزل يحتفل. النهارده اتعامل عكس السنه اللي فاتت اللي كان مزعلهم. شيكابالا استلم الدوري ومرتضى منصور كان موجود والجمهور نزل واسر اللعيبه والاطفال نزلوا في ارض الملعب. يطلع الصحفيين برضه زملكاويه، هنفضل متاخرين في كل حاجه، حتى الحاجة البسيطة، صحفي زملكاوي اسمه أحمد صبري تقريبا، حتى الحاجة البسيطة اللي ب2 جنيه تنظيم مش موجودة. بطولة الدوري ومعروف إن في تسليم درع الدوري، وده المنظر المقرف، ولا لعيبة ولا مدربين عارفة حتى تفرح وتعبر عن فرحتهم بالدوري. مين العيال اللي في الملعب دي ومين سمح بنزولهم أصلا؟ ها حتى الاحتفالات كمان مش عارفين تحتفلوا بيهم، يعني قال 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 يا عم في إيه؟ يعني الاسر والاولاد واولاده واللعيبه زي ما قلت زي السنه اللي فاتت، وده الطبيعي في العالم كله. السنه دي لما اتعمل الطبيعي برضه مش عارفين نحتفل ولا عارفين نفرحوا. يا لما بتنكدوا على الزمالك طب اختاروا انتوا بعد كده يا زملكاويه، قولوا لنا ايه اللي هيعجبكم وايه اللي مش عاجبكم يا جماعه، بس سيرسوا يعني، ما احنا عملنا عكس اللي انتوا عملتوه قلتوا عليه وزعلانين، برضه بتطلبوا اللي اتعمل السنه اللي فاتت. مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم كان اتكلم عن ياسين منصور والأمر انتهى. طبعا الكل بيجتهد في قصة ياسين منصور، لأن النادي الأهلي بمنتهى الشياكة والأدب والاحترام انتهت العلاقة ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور ونائبه المهندس مصطفى مراد فهمي وعضوية الكابتن علاء عبد الصادق. في ناس كتير اهلاويه فرحانه ان علاء عبد الصادق مشي، يعني كانوا بيتكلموا عنه كلام، لكن زي ما قلت لحضراتكم كلام كثير ستسمعه في الاعلام ومن عدد كبير من اللي على الناس اللي على اليوتيوب، لكن في النهايه هي اختلاف في وجهات النظر. طبعا انتوا عارفين ان النادي الاهلي اعلن من فتره عن شركه النادي الاهلي لكره القدم، لكن خلال الايام الماضيه كان استلم التراخيص الخاصه بالشركات بتاعته، سواء شركه النادي الاهلي لكره القدم او الانشاءات الرياضيه او الخدمات الرياضيه للنادي الاهلي يعني. والكابتن محمود الخطيب كان اعلن ان بدايه العمل في هذه الشركات او تحديدا شركه الخليه في كره القدم هتكون شركه النادي الاهلي لكره القدم هتكون في 1/9. واحنا لسه النهارده في 23/8، يعني اختلاف في الرؤى ووجهات النظر والاختصاصات ومين هيعمل ايه والكلام ده كله. لكن لو سالتني اكلمك، بص النهارده الفتره اللي فاتت كان الامور تمام وما كانش في قرارات عليها خلاف، ما كانش في قرارات عليها خلاف او قرارات على اثرها تم الاعلان. لكن النهارده بص في القرارات اللي تم على اثرها الاعلان، من وجهه نظري ربما في خلاف في قصه حق الرعايه. طبعا بنتكلم القرارات اللي اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي اليوم، وهو اعتماد الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم لمدة 4 مواسم اعتبارا من موسم 2022-23 حتى 25-26 وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها. الشركة المتحدة انتوا عارفين اللي هي بتملك قنوات اون، بتملك شركة برزنتيشن، بتملك شركة لايف، مالكة كل شيء. انا السؤال اللي انا طبعا بناء على هذا القرار قناة النادي الاهلي رجعت تاني للشركة المتحدة، مش هيحصل في انفصال. في الازمة الاخيرة بتاعت حذف فيديو الكابتن سيد عبد الحفيظ زي ما انت تابعته، النادي الاهلي طلع بيان واتكلم الكابتن محمود الخطيب وسأل الشركة المتحدة انتوا مالكة قناة النادي الاهلي وقناة نادي الزمالك، ليه بتسيبوا قناة نادي الزمالك تعمل اللي بتعمله ومحدش بيوقف
ولا بيحذف اي فيديوهات، وليه لما جه رد بسيط ومحترم من سيد عليه حذفتوه. فطلعت الشركه المتحده ببيان، شوبير قال لك عليه بيان تاريخي، بيان اسطوري رائع يا فندم، وهو تسليم كل قناه للنادي التابع ليها واحنا مالناش دعوه. يعني انت رفعت ايدك شركه متحده، طب رفعت ايدك عن القناه واللي تخص النادي الاهلي، طب ما ترفع ايدك عن كل حاجه تخص النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي طبعا تاني وتالت وعاشر، الشركه المتحده مش هي الراعيه للنادي الاهلي، هي المسوق الحصري، هي المسوق الحصري لحقوق رعايه النادي، يعني هي وسيط زي ما بيقول. النادي الاهلي كان ممكن يعقد زي ما كان حصل قبل كده في امور كثير، يوقع مع شركات رعايه يعني بعيدا عن الشركه المتحده، لكن الشركه المتحده شركه مصريه وهتستفيد، والنادي الاهلي طبعا لا ما مش هيكره الاستفاده لانها شركه في الاول وفي الاخر المفروض انها بتصب في الدوله المصريه وفي خزينه الدوله المصريه. لكن تاني وتالت وعاشر في حدود، انا كابتن محمود الخطيب في عندي عروض، لكن تاني وتالت وعاشر هي هتتعاقد مع شركات رعايه، هي تبقى وسيط، لكن عقد الرعايه بتاع النادي الاهلي مش هيقل عن مليار جنيه. طبعا في امور اخرى كان في ميزات اخرى النادي الاهلي سيحصل عليها في حاله التعاقد مع شركات مباشره، سواء من الامارات او من قطر او طيارات وملابس وحكايه وروايه. لكن النادي الاهلي تاني اللي بيقول لك الخطيب مش وطني، او الخطيب وافق ومجلس النادي الاهلي وافق، بقى زي ما انت عايز تحسبها احسبها يعني. لكن في الاول والاخر كابتن محمود وافق لمصلحه البلد، واقف وظهر في سند البلد، وبناء عليه زي ما بقول لك قناه النادي الاهلي ستعود مره اخرى للشركه المتحده، لان الشركه المتحده بتستفيد من النادي الاهلي من حيث الرعايه، من حيث البث، من حيث كل شيء، كل شيء. النادي الاهلي محتاجين بقى ان انت تتعاملش بميكالين، ما تكلش بميكالين. في قناه نادي الزمالك هتبقى ولا انت هنا راعي النادي الزمالك برضه؟ بالتاكيد هيفضل القناتين. هنشوف التعامل خلال الفتره المقبله، على الرغم ان انا واحد من الجماهير والله لو ايه عمري ما هدي الشركه المتحده بسبب اللي مرتضى منصور عمله خلال ال 15 يوم اللي فات. لكن تاني وتالت وعاشر النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب نادي وطني بيفضل وبيعلي مصلحه الوطن عن اي شيء. فقصه الرعايه منتهي الشركه المتحده. ايضا مجلس اداره النادي الاهلي استعرض العرض المهندس عرض المهندس ايمن اسماعيل لشركه النادي الاهلي الخدمات والمنشات الرياضيه، والمهندس حازم هلال عضو مجلس الاداره والقائم باعمال المدير القائم باعمال المدير التنفيذي التطورات الخاصة بإنشاء استاد النادي الأهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت خلال الشهر الجاري بحضور أربعة من كبريات الشركات العالمية. واستعرض رئيس شركة النادي الأهلي المنشآت الرياضية وأيضا المدير التنفيذي للشركة ما تم إنجازه في ملف حقوق تسمية الاستاد، واعتمد المجلس التصور المبدئي لشكل التعاقد مع حقوق التسمية للاستاد الجديد. يعني بيشتغل بشكل علمي النادي الأهلي، مش هوب نلم فلوس نعمل استاد نعمل فرع تاني، لا مفيش الكلام ده. بنشوف بنعرض في بنطرح زي مناقصة كده، بيجي لي شركات والله انا عايز اخد حق تسميه هذا النادي لمده 10 20 سنه، بدل ما يبقى اسمه النادي الاهلي مثلا يكون اسمه شركه الطيران الامارات او شركه او استاد الامارات اسف او استاد مش عارف ايه طيران قطر او 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 هم يتكفلوا بانشاء استاد النادي الاهلي ويتحط الاسم لمده معينه، وبعد كده عايز 20 سنه تدفع تاني فلوس بقى، عاوز تغير شركه تانية تيجي تحط اسمها تدفع. ده الاستثمار الحقيقي النادي الاهلي بيعمله في هذا الامر. بالنسبه تاني وتالت وعاشر كل الناس بتتكلم بقى في قصه اصل بيرستاو وياسين منصور وبيرستاو هيمشي وبيرستاو مش عارف ايه تاني وتالت، حتى الان مفيش اي حاجه بخصوص بيرستاو انه راح، لكن بيرستاو تحت التقييم قلتها قبل كده. النادي الاهلي مش هيظلم بيرستاو، لكن هنيجي مع نهايه الموسم والراجل لسه قدامه ثلاث مباريات نشوف ايه النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه. والله لقينا الحاجات الايجابيه اللي الراجل عملها اكتر من السلبيه، الراجل هيكمل. لقينا الحاجات مفيش بصمه مفيش دور مفيش تطوير مفيش بتاع، الحاجات السلبيه اكتر من الايجابيه، هنقول له نوجه له الشكر. خلال قدامنا فتره دي النادي الاهلي هيتعاقد مع مدربين لو اتخذ القرار والتقييم لم ياتي في صالح المدير الفني ريكاردو سوارش.
بالنسبة اللي قلت لحضراتكم ان النادي الاهلي تعاقد مع مشاريبوف لاعب نادي النصر منتخب اوزباكستان. اللاعب جاي للنادي الاهلي على سبيل الاعارة لمدة موسم مقابل مليون ونص دولار في الموسم، وايضا مع بند حقية شراء ب 2 مليون دولار. لاعب لاعب جيد جدا، لاعب امكاناته المهارية عالية جدا، لاعب يجيد اللعب في مركز راس الحربة ويجيد اللعب على الأجنحة. أيضا بعض الكلام الخاص باللاعب كيتابالدي، لاعب منتخب السنغالي، لعب في أكتر من نادي، لعب في لاتسيو، لعب في إنتر، لعب في كالياري، كان آخر نادي ليه وتم الفسخ العقد بالتراضي، هو لاعب حر حاليا، لعب في موناكو الفرنسي، لاعب عنده 27 سنة. كبالدي عنده 28 29 سنة، آسف، مشاريبوف عنده 28 29 سنة، كيتابالدي عنده حوالي 27 سنة، السنة صغير، ايضا بيلعب في مركز المهاجم ويلعب في دور مركز الاجنحه. النادي الاهلي عامل شغل عالي قوي قوي في بعض الناس اكدوا، وبعض الناس بتنفي، يعني في اخبار بتقول ان كيتابالدي جاي يوم الخميس القاهره، وبعض نشر صوره التذكره، والبعض الاخر بيقول لك هذا الكلام غير صحيح وانه هذه التذكره غير حقيقيه. هننتظر يوم الخميس وهنشوف، لكن لو تمت تبقى صفقه، حتى صفقة مش لازم نكون سعداء بهذه الصفقة. أنا بقول لاعب جيد جدا، لكن الفكرة بقى هل الكيمياء هتكون موجودة؟ هل هيمشي؟ هل يعني هيؤدي؟ هل هيندمج في التروس؟ إن شاء الله النادي الأهلي كابتن محمود عامل تعاقدات على أعلى مستوى. اللي حصل بعد خماسية صن داونز والنادي الأهلي اكتسح القارة، النادي الأهلي إن شاء الله بعد الإخفاقات اللي حصلت دي بقى، لا تدعيمات قوية جدا للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. بعض الانباء بخصوص ربط الانديه والعقوبات بعد الافراج عن جماهير نادي الاسماعيلي، النيابه العامه او النيابه افرجت عن جمهور نادي الاسماعيلي، والرابطه بتطلع القرارات، قال لك حرمان جماهير الاسماعيلي من حضور المباريات حتى نهايه الموسم اللي هو مباريتين، مع استمرار التحقيقات لاتخاذ قرارات رادعه ضد كل المشاغبين. انت لسه هتحقق تاني؟ طب ما كنت حققت وعندك كل الفيديوهات وبتاع، ده انت بقالك 3 ايام كنت طلعت القرارات، لكن اهو حرمان الجمهور لنهايه الموسم، وبعد كده لسه في قرارات تانيه مع نهايه الموسم، الناس تنسى اللي حصل والامور تعود ونفوق تاني على كارثه جديده. ربنا يسترها علينا، اللهم امين يا رب العالمين. على قالك على ان تصل العقوبات لحرمانه من حضور المباريات في اي مسابقه محليه، ده انت المفروض الناس اللي اشتركوا دول ما يخشوش في اي وقت، يتحرم شركه تذكرتي والفن، ولا ما يحضروش مباريات. لا يقول لك لا، تصل لدرجه حرمان، انت لسه هتبحث لسنوات. بينما العقوبات الجنائيه قصه محلها النيابه. النادي الاهلي ايضا عنده اجتماع يوم الخميس علشان يتكلموا في عده امور، يشوفوا بدائل لياسين منصور بعد عرض الامر على الجمعيه العموميه غير العاديه، يدرسوا عده اسماء، ايضا يتكلموا في قصة سواريز هيكمل ولا هيتم اتخاذ قرار برحيل. لكن حتى الآن كل الناس عمالة تلوك في قصة رحيل سواريز، وهذا الكلام عالي تماما من الصح. في النهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم بأمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.